لي زافير. اهم المشاريع اللي تقدري ديريها كيف ابدا مشروعي. قبل ما نقول لكم كيفاش تبداو مشاريعكم الناجحه، بالك وتامنوا لي فورماسيون تاع الفرق اللي يقول لك ابدا مشروعك ب 100000. ما نقدروش نبداو مشروع ب 100000، هو فكره المشروع. دونك باغ اكزومبل كوليكسيون تاع حوايج مسمنه دي برودوي ناتوريل، بالك وعلى جوده المنتوج. ريسامون خرج ان برودوي لو مارشي برودوي كوزميتيك، ما كانش انفلونسر في الجزائر ميكرو ولا كبيره ولا متوسطه ولا يوتيوبر ما هدرتش عليه. جا المنتج يريح رائحه كريهه. تخيلوا انه صاحب الشركه دار اشهار في كل الوطن عبر كل المنصات مع كل الانفلونسر وما تباعش. دائما نديروا دراسه سوق، ناخذ بعين الاعتبار العرض والطلب، كونكورونس، لا ديسپونيبيليتي تاع لو برودوي، ثقافه الشعب ايضا. نلحقوا لو بودجي، شحال تسقام لي التعليب، شحال حيسقام لي التغليف، اللوغو، التخزين ايضا، الماركتينغ، ندير حساب تاع كلش. كي ندير لو بودجي تاعي شحال لازم لي المشروع تاعي باش نبدا فيه. ما نقدرش نبدا في مشروع وانا ما على باليش شحال حيسقام لي. خيروا لوغو يكون شباب، الوان راقيه، ونخمموا في الباكاجينغ، ثم التخزين. كي تلحق للتخزين خلاص التسويق الماركتينغ. نلقاو الاف الشركات في الجزائر لكن اللي ناجحين قلال، اللي يعرفوا يديروا ماركتينغ شباب قلال، الناس اللي كرياتيف قلال.